Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Asallahu aysahila umurakum ajma'in. Sanushahidu yawm an shababaini yataklamani bil lughatil arabiyyah. Fastami'u lahuma wa a'iddu lakum min al-qaratis wal aklam. Aina tadhhab ya Ghassan? Adhhabu ila jami'ati Indonesia. Sar'ana ma tadhhabu ila al-jami'ah. الساعه الان السادسه صباحا ذلك بان جامعتي بعيده جدا عن البيت متى يبدا اليوم الدراسي يبدا في الساعه السابعه صباحا هل تذهب بالحافلات لا اذهب بالسياره متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي في الساعة الواحدة ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. ما شاء الله. Asallahu ayyusahila umuraka jami'an. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyaka insyaallah ya akhi. Ahsantum. Fahaya bina nasma' maratan ukhra bidun tarjumah al-Indonesia. Aina tadhhab ya Ghassan? Adhhabu ila jami'ati Indonesia. سرعان ما تذهب إلى الجامعة. الساعة الآن السادسة صباحا. ذلك بأن جامعتي بعيدة جدا عن البيت. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ في الساعة السابعة صباحا. هل تذهب بالحافلات؟ لا أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي في الساعة الواحدة ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. ما شاء الله. عسى الله أن يسهل أمورك جميعا. آمين يا رب العالمين. وإياك إن شاء الله يا أخي. أحسنتم. فهيا بنا نسمع مرة أخرى بدون أي ترجمة. أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى جامعة إندونيسيا. سرعان ما تذهب إلى الجامعة. الساعة الآن السادسة صباحا. ذلك بأن جامعتي بعيدة جدا عن البيت. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ في الساعة السابعة صباحا. هل تذهب بالحافلات؟ لا أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي في الساعة الواحدة ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. ما شاء الله. عسى الله أن يسهل أمورك جميعا. آمين يا رب العالمين. وإياك إن شاء الله يا أخي. هذا ما ندرسه اليوم. شكرا كثيرا على مشاهدتكم هذا البرنامج. ولا تنسوا أن تكتبوا المفردات الجديدة وتكلموا بالعربية فيما بينكم كل يوم. عسى أن تكونوا من الماهرين.
هذا ما أقوله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.